السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه وصفات عزيزه بدون غلوتين. سعيده للقياكم اليوم. ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الكيك اللي كيدار في هذا القالب المول العجيب، لي ميني كيك ديال المول العجيب. غادي نبداو ان شاء الله في المقادير. عندنا ثلاثه البيضات، عندنا واحد الخماره وواحد لافاني، قبسه ملح، نص كاس ديال البودره ديال اللوز يعني طحناه بالقشور ديالو، و كاس ديال الزيت العادية، كاس الحليب، كاس سنيدة، كاس نشا الذرة يعني مايفين، وبطبيعة الحال ميكس بيشار. غادي ناخذ معكم ان شاء الله القياسات. صافي، هادشي اللي كاين بالنسبة للمقادير. الان اخواتي غادي نشرعوا في تحضير الكيك ديالنا. بسم الله على بركة الله. نضربوا البيض ديالنا مع كاس ديال السنيدة. بسم الله، نضيفو قبسة ملح، نضيفو الساشي ديال لافاني ديالنا. صافي، ونبداو في التحريك. نحركو هاد العناصر مزيان، عاد نضيفو باقي العناصر. اخواتي طربنا البيض ديالنا، غنضيفو دابا الزيت ونستمرو في التحريك. نضيفو اللوز ديالنا، طحنا اللوز مع يعني القشرة ديالو، اللوز عادي ما يكونش محمر. نستمر في التحريك، نضيفو الحليب بشوية بشوية، نستمر في التحريك. نضيفو النشا ديالنا، يعني ماي فيل، ماي زينة، هادو هما الأسماء اللي كنت تسمى بيهم. نضيفو الخميرة، نستمر في التحريك، تنحركو هاد العناصر كلها، نحركو مزيان، ومن بعد ناخدو العبارات ديال ميكس بيشار. دابا أخواتي غادي نضيفو الكاس الأول ديال دقيق ميكس بي، دقيق شارل، الكاس الأول، قياس العنبة، كؤوس ديال الشاي. نستمروا في التحريك، حركوا مزيان الكيك ديالنا ونشوفوا الا كان خاصنا نضيفوا مازال دقيقه غادي نضيفوا. نحركوا هذا الشيء بعدا مزيان. صافي اخواتي، دابا غادي نضيفوا الكاس الثاني ديال ميكس بي شار، الكاس الثاني، ونستمروا في التحريك ديالو. حركوا مزيان، صافي نحركو مزيان اخواتي، مزيان حركو الكيك ديالكم. ثم اخواتي ها هو الكيك ديالنا، يعني ملي طربناه مزيان، يعني داك جوج كيسان ديال ميكس بي على كاس ديال مايفين يعني نشا الذره، ها هما. صافي هما لي القياس ديالو. صافي غادي نفرغو الكيك ديالنا في القالب. هانتوما راه كتشوفوا دا غادي نديرو ان شاء الله قالب العجيب كبير، وغادي نديرو ان شاء الله هاد لي مول صغار حتى هما قلب العجيب.
اخواتي دابا غنعمروا المول ديالنا. نضيفوا الاخر هانتوما غتشوفوا. صافي تستمروا بحال هكا تعمروا لي مول ديالكم، بعد نديرهم في اللاطه ندخلهم الفرن ان شاء الله. اخواتي لي مول ديالنا الصغار عمرناهم يعني لي ميني، دابا غادي نفرغوا الكيك ديالنا في المول الكبير. صافي وندخلهم للفرن ان شاء الله. هاتي غندخلوا الكيك ديالنا لي ميني كيك، ندخلهم للفرن صافي ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما اخواتي كتشوفوا الكيك ديالنا بعد ما زين له بلاصو الشوكولا، تقلها شويه، زد لها بايزيلا اولا يعني بايفيل، تقلها وصافي وزين لها بها بهذا الشكل بهذه الطريقه، وكل واحد له الاختيار في التزيين. هانتوما كتشوفوا لي ميني كيك ديالنا، حتى هما يدر لهم هذيك سميتها لا كريب باتيسيير، ومع سميتو مع نيت هاد الشوكولا اللي زيدنا به هنا لاصوص. احنا ودابا حنا ان شاء الله غنقطع معكم الكاطو باش تشوفوا ان شاء الله. بسم الله راه كيجي رائع. هانتوما اخواتي انا قطعت لكم واحد الطريف من داك الكيك، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو راه كيجي زوين ورائع، جربوها ان شاء الله وهانتوما غتشوفوا. يلا اخواتي بارطاجيو مع الاصدقاء، واللي باقي ما حضرش القناه ديالي نضاميها. يلا اخواتي استودعكم في الله، احبتي في الله.